تامين بتحب نفسك بس وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير انت مين متردد في الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين قلبك كريم ومحدد الطريق ابني محيرني ابني مش بيسمع الكلام ابني عنده وعايز ينفذ اللي في دماغه ابني كتير الحركة جوه البيت ابني مبوظ كل حاجة في البيت مش عايز يساعدني في اي حاجة عايز يعمل بس اللي هو عايزه كتير التساؤلات دي جمل بنسمعها كتير من اولياء الامور والامهات بالذات لاولادهم في مرحله الطفوله مع ان المرحله دي هي اكتر مرحله الام بتبقى مرتبطه بابنها فيها مرحله كتير من المتخصصين والعلماء بيسموها المرحله الذهبيه المرحله الذهبيه لان ابني بينمو فيها نمو سريع بينمو من كل الاتجاهات بينمو من كل المهارات بينمو من كل القدرات بيكون عنده نمو عقلي ونمو حركي ونمو لغوي ونمو حسي ونمو انفعالي وبيكون بسرعة جدا 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 عن باقي المراحل ازاي استغل نمو ابني دوت في ان انا انمي مهاراته لازم علشان استغل النمو دوت في ان انمي مهارات ابني اعرف خصائص المرحلة دي لان لما اعرف خصائص المرحلة هعرف المتغيرات اللي بتطرق على ابني واعرف اتعامل معاها صح واعرف اطلق عليها الاسامي الصح يعني ابني كتير الحركه والنشاط وساعات الامهات تقول لي ده مهايبر ده معناه ان ابني حصل فيه ايه؟ حصل فيه نضج حركي نضج عضلي وبقى قادر انه يتحرك يبقى انا اشكر ربنا على النعمه دي معنى كده ان ابني بينمو في الاتجاه السليم وعلشان خاطر افهم كل تصرفات ابني الصح لازم اعرف خصائص وصفات ابني في المرحله دي يلا نبتدي ونعرف خصائص ولادنا في المرحلة دي عشان نعرف نتعامل معاهم يلا بينا أول حاجة ابني في المرحلة دي بيكون عنده رغبة في الاستقرار والاعتماد على نفسه وبيكون مش عايز مساعدة مني عايز يخرج بره ماما وبره بابا وبره أي حد عايز يبين نفسه وذاته بيكون عنده حب استطلاع واكتشاف لأنه طالع للعالم جديد بيكون عنده رغبة قوية جدا جدا في تكوين علاقات اجتماعية جديدة لما تروحي النادي كده بتقعدي اول 10 دقايق بتلاقي الولاد اللي في النادي كلهم ملمومين حواليك ازاي ما تعرفيش دي قدره عند ابنك لازم تدعميها وعلشان خاطر هو بيهتم بالعلاقات الاجتماعيه هو كمان بيهتم باراء الاخرين فيه وابني في المرحله دي عنده شعور بالخوف والخوف ده مش خوف مرضي بالعكس ده خوف طبيعي لان ما بيكتملش النمو الانفعالي والنمو العقلي عنده مش بيقدر يكون صوره كامله عن الموقف فبيسبب له نوع من الخوف بيروح مع تقدم النمو العقلي بيقدر يكون صوره كامله عن الموقف ويدركه على حقيقته في كمان حاجه عندنا اولادنا بتمر بيها مهمه جدا 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 وبتاثر على جوانب مختلفه من حياته الغيره الغيره شعور طبيعي في المرحله دي ايوه الغيره شعور طبيعي في المرحله دي بيغير في البيت وممكن كمان يغير في الفصل بيغير في البيت من اخوه الصغير اللي جه جديد اخذ منه الاهتمام واخذ منه الرعايه واخذ منه الدلع واخذ منه كل حاجه حلوه كان بيستمتع بيها ممكن كمان الغيره دي اواجهها في الفصل ايوه المدرس اللي بيهتم بشريحه معينه من الطلبه وبيهمل بقيه الطلبه ممكن يكون في ولاد عندهم قدره على جذب الانتباه بيأثر على بقيه الولاد لكن دوري كمعلم ان انا اوزع اهتمامي على كل الطلبه اللي موجودين قدامي حتى لو كان الولد دوت نسبه ذكائه او نسبته او ضعيف في القدره التعليميه هحاول ان انا الاقي اي حاجه فيه وامدحها خطه حلو الكشكول بتاعه شكله حلو ولو ما لقيتش اي حاجه خالص هطلب منه حاجه يعملها ولو اداها امدحه في الفصل ده هيشجعه وهيقويه وهيخليه يحاول يثبت وجهه نظري عنه وكمان هيخليه يحسن من مستواه الدراسي الغيره مشكله بيواجهها اولادنا في المرحله دي لازم نكون حذرين فيها كأم في البيت لازم اوزع اهتمامي كمعلم داخل الفصل لازم اوزع اهتمامي كمان حاجه نمو بيقابلنا نمو بيطرق على ابني في المرحله دي وهو النمو اللغوي النمو اللغوي دوت ابني بيكون في المرحله اللي قبلها بيخزن 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 وفجاه الاقيه انطلق في الكلام انا ببقى مندهشه
ده مؤشر ان ابني بينمو نمو سليم. بيسأل كتير، ايوه. بيستفسر كتير، ايوه. انا مش فاضيه طول الوقت اجاوب على تصرفاته برضو، ايوه. لكن انا عندي الحل، لو انت حددتي وقت في اليوم لابنك تتكلمي معاه فيه، نص ساعة انت حدديها في الوقت اللي انت عايزاه، ممكن قبل النوم، ممكن بعد الغداء، الوقت ده انت هتكوني محدداه مع ابنك زي طقس كل يوم، وده هيساعدك انك تتخلصي من الاسئلة المتكررة طول اليوم اللي انت مش بتكوني مستعدة ان انت تجاوبي عليها طول الوقت. ابني في المرحلة دي بيتملكه الشعور بالخوف، وده حاجة طبيعية. الشعور بالخوف حاجة طبيعية؟ أيوة. وما تقلقش خالص، ابني في المرحلة دي عنده شعور بالخوف لأنه نموه العقلي ما اكتملش، وإدراكه للأشياء اللي حواليه ما اكتملتش. ممكن يشوف الموقف لكن هو مش مدرك ما وراء الموقف ده. شعور بالخوف في المرحلة دي شعور طبيعي جدا جدا جدا، بيروح مع اكتمال نموه في المراحل المتقدمة بعد كده من عمره. وابني في المرحلة دي كمان بيتعلم مهارات اللازمة لحياته اليومية. ايه المهارات اللازمة لحياته اليومية؟ يتعلم الاهتمام بنفسه، الاهتمام بنظافته الشخصية، انه ياكل لوحده، انه يدخل الحمام لوحده، انه يرتب هدومه لوحده، حاجات كتير جدا جدا يقدر يعملها. لكن الامهات بتعتمد على ابني صغير، ابني لسه مش هيقدر دلوقتي، لا انا هساعده، لا انا هعمل بداله، وده غلط. ابنك لازم يخش المدرسة قادر على الاعتماد على نفسه، لان اول حاجة بعلمها له لما يخش المدرسة محدش يدخل معاك الحمام، هينفذها ازاي وهو مش بيعرف يعمل الحاجات دي لوحده. لازم يكون بيعرف ياكل بطريقة طليق، لانه لو ما عملش كده صحابه هيتريقوا عليه، وده هيخليه يفقد ثقته بنفسه. لازم اعلم ابني مهاراته الحياتية. اذا كان ربنا مديله القدرة دي في المرحلة دي، ليه انا ابخر عليه بيها؟ لازم اعلمها له عشان يدخل المدرسه واثق من نفسه. تاني حاجه بيقدر يتعلمها ابني في المرحله دي برضو المفاهيم والقيم الاجتماعيه، المفاهيم اللي بتناسب مجتمعنا، ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، ازاي اكلم بابا، ازاي اكلم المدرس بتاعي، ازاي اتعامل مع اصحابي. كل الحاجات دي ابني يقدر يتعلمها. كل ده، ايوه كل ده، انت اللي بتخافي عليه زياده، ما تخافيش عليه، هو عنده قدره على الاستيعاب. المرحله دي عامله زي الاسفنجه، ابنك بيقدر يستوعب منك كل حاجه، لان هو عايز يتكيف مع المجتمع ده. هيتكيف مع المجتمع ده ازاي وهو مش عارف خصائصه؟ علميه علشان يروح المدرسه يبقى عضو من المجتمع ده، يعرف يتعامل معاه. اخر حاجه عايزه اقولها لك في المرحله دي، ابني بيتعلم عن طريق حاجتين، المحاكاه التقليد يعني، والمحاوله والخطأ. مهما قلت له ما تعملش الحاجه الفلانيه فيها خطر عليك، هو مش هيسمع كلامي. لازم اخده من ايده ونروح لحد عندها واوريه ازاي فيها خطر عليه. كده هيتعلم، وكده انا هبني شخصيه قويه، وبكده انا هبقى عرفت خصائص ابني في المرحله دي. لما اعرف خصائص ابني في المرحله دي، هقدر اتعامل مع المتغيرات اللي هتقابله طول مرحلة طفولة لحد سن 12 سنة من غير ما تقابلني مشاكل، وحتى لو قابلتني مشاكل هعرف اتعامل معاها صح. احنا اخترنا النهاردة بعض المشكلات اللي بتواجه الامهات في المرحلة دي، ومن ضمن المشكلات المتكررة مشكلة العناد. كتير من الامهات بتشتكي من ابني عناد، وابني عايز ينفذ كلامه صح او غلط، ودي بتواجه كل الامهات. طب تعالوا نفتكر حاجة احنا قلناها في الخصائص، ان ابني عايز يستقل، عايز يعتمد على ذاته، عايز يكون شخصيه. ازاي انا كأم افرق ما بين رغبته في الاستقلاليه ودعم السلوك الحلو ده، وما بين ان هو يتحول الى عنادي؟ في شروط لازم تبقى موجوده في السلوك. اول حاجه ان هو يكون مصمم على رايه ده، رغم ان انا حاولت ان انا اجيب له بدائل بنفس الكفاءه ونفس الامكانيه، لكن هو مصمم على تنفيذ رايه بالطريقه اللي هو عايزها. تاني حاجة رد فعله مبالغ فيه، مرمجة وصريخ في الأرض، وساعات بيوصل إن هو يكسر الحاجة اللي حواليه. تالت حاجة عمره أبداً ما يعترف بخطأه، وعمره أبداً ما يعترف إن رأيه كان غير صحيح. عمره ما يجي يقول لي يا ماما أنا آسف نهائي. وكمان بيحاول إن هو يبرر أخطائه ويجد لنفسه مبررات. لو الحاجات دي اتحققت، ولكن في حاجة كمان باستمرار، مش مرة مش مرتين،
لو عمل كده كذا مره وجي مره قال لك حاضر وجي مره رجع قال لك صدقي ماما انت كان عندك حق، يبقى انا ابني كده مش عينتي، يبقى انا ابني كده محتاج مني حوار ومناقشه ووقت اقنعه برايي وان انا الاقي له حلول وبدائل تانية، ما احطوش قدام امر واقع. يبقى النقطه الفيصل عندي هنا ايه؟ استمرار السلوك السيء، انه يبقى على طول بصفه مستمره. لو الحاجات دي اتحققت في ابني وتصرفات ابني وانا لاحظتها، يبقى انا كده بواجه مشكله العنايه معاه. طيب ايه اسباب المشكله دي اصلا؟ ليه ابني بيبقى عنيد؟ يعني نقول نص الاسباب ببقى انا اللي سبب فيها كأم وانا مش واخده بالي. اول حاجه التدليل الزائد، وان انا بلبي له كل رغباته مهما كانت بتكلفني مجهود وفلوس، وما بسالش في الوقت المناسب الوقت ده مناسب ولا لا، او الحاجه دي تناسبه ولا لا. دي حاجه مهمه جدا جدا ولازم اخد بالي منها، ان انا استجيب لصراخه وعياطه فور ما يطلب الحاجه، ده خلاص كده هو اتعود ان دي وسيله انه هيحصل منها على الحاجه بتاعته. تاني حاجه ان يكون العناد وسيله من وسائل النقاش في البيت. انا كأمه بتعامل بنفس الطريقه دي مع بابا، مع الجيران، معاه هو شخصيا. احنا قلنا برضو في الخصائص، هتخلقوني كل شويه برجع للخصائص، ان ابني بيتعلم عن طريق المحاكاه التقليد. وممكن كمان ان انا اكون بتكلم معاه بصفه الامر بجبره، وفي السن ده ابني ما يحبش الطريقه دي. ايه تاني اسباب بتخلي ابني عنادي؟ الشديه الجامده، ان انا اكون قاسيه عليه، ان انا اكون بلجا للعقاب. ايه كمان؟ احساسه بالغيره ممكن يخليه عنادي، ممكن يخليه عنادي كنوع من جذب الانتباه ليه. طيب ايه كمان الحاجات اللي انا بعملها طول اليوم بتساعد ان انمي العند عند ابني؟ احساسه دايما بالخوف، ممكن يحاول ان هو خايف من رد فعلي فيعاند معايا. طيب الحاجات دي انا بعملها عن قصد؟ لا، انا مش بعملها عن قصد، الحاجات دي بعملها وانا غفلان عنها، لكن هي بتؤدي لابني ان هو يوصل لان هو يبقى شخصيه عناديه. في حلول اقدر اعملها. اول حاجه زي ما انا كنت سبب في المشكله، الحل هيبدا من عندي، اغير طريقه المعامله مع ابني، ومش مع ابني بس، لان انا مش هتعامل بوشين، لانه هيعرف، لانه في الفتره دي احنا قلنا ان هو عنده قدرات وعنده ذكاء عالي جدا. هغير اسلوبي في التعامل مع ابني وفي البيت وبره البيت كمان. طبعا ده مش هيجي مره واحده، هيجي بالتدريب، هدرب نفسي وهدربه هو كمان. دي اول حاجه هعملها. تاني حاجة هيكون عندي مرونة في التعامل وصبر وطول البال، يعني مش من أول يوم هلاقي نتيجة، لازم أطول بالي عليه، ومجرد إن أنا لقيت أي تحسن ولو بسيط في سلوكه أمدحه. هو إحنا قلنا برضه في الخصائص إنه بيحب يسمع آراء الناس فيه، ولو مدحته هو هيحاول يقوي عندي فكرة إنه هو بقى كويس واتغير، وهيحاول يشتغل على نفسه. تاني حاجة أحول أسلوب الأمر لأسلوب طلب، ومفيش مشكلة لو دخلت بعض الكلمات اللي تضفي على الكلام نوع من الود والحنية والاهتمام. تاني مشكلة بنسمعها كتير من أولياء الأمور والأمهات في المرحلة دي، ابني بيكذب، ابني بيألف قصص كتير ملهاش علاقة بالواقع. الكذب مشكلة موجودة في المرحلة دي وبنعاني منها كتير، أمهات بتكتشفها وأمهات مش بتعرفها. ايه اللي بيخلي ابني يكذب؟ ان هو بيكون خايف من العقاب، لازم يلاقي وسيله للدفاع عن نفسه. هيعمل ايه؟ هيكذب. ايه تاني بيخلي ابني يكذب؟ ان هو يكون عايز يستحوذ على استحسان الناس اللي حواليه، وعايز يسمع كلمه حلوه من ماما في البيت او من المدرس في المدرسه. هيعمل ايه؟ هيبتدي يكذب على زملاته عشان يقلل من قدرهم ويرفع من شأنهم. برضه هيكتب على اخواته في البيت عشان يقلل من قيمتهم ويرفع من شأنه هو. ايه تاني هيخلي ابني يكذب؟ الوعود اللي انا مش بحققها، طول اليوم اوعده بوعود لكن انا مش بنفذ الوعود دي. انا بعلم ابني بطريقه غير مباشره ان في كلام بقوله وممكن ما نفذوش. لو تجنبت الحاجات دي انا من الاول مش هعلم ابني العاده دي، لان الكذب عاده بيتعود عليه. ساعات ولادنا بتكذب بدون داعي وبدون مبرر، لان هي اتعودت بس ما تقولش الحقيقه. طيب الكذب ده كله بنفس الدرجات؟ لا، في انواع للكذب انا ما بقلقش منها وما اقفش عندها كتير، زي الكذب الخيالي
الكتب الخيالي دوت ابني بيألف قصه ملهاش اي علاقه بالواقع، ولما حقق في احداث القصه دي هلاقي القصه دي مفيش لها اي صله باي حاجه حصلت. طيب انا هقف عند المشكله دي، لكن هتكلم عنها بصفه ايجابيه. ابني ذكي، ابني اللي عنده المشكله دي ذكي وعنده حصيله لغويه كبيره جدا. انا هقول له القصه اللي انت بتحكيها لي دي انا مش ما حصلتش، وانا عارفه ان مفيش اي حاجه منها حصلت، لكن انا مبهوره انت ازاي قدرت تربط خيوط القصه دي ببعضها، وازاي قدرت تكون الاشخاص دي. دي مهاره عندك لازم نستغلها في حاجه مفيده. ايه رايك تكتب القصص دي ونجمعها في كشكول ونعمل غلاف للكشكول ونلونه بالوان جميله ونكتب تحت ان تاليف الاديب او الكاتب فلان الفلاني، ونحط الكتاب ده في مكتبه البيت، وممكن نخلي اخواتك تقراه، وممكن بالليل لما نتجمع كلنا نفتح ونقرا قصه من بعض، وممكن كمان نشترك بيه في مسابقات المدرسه او دار الثقافه، ويمكن تكسب بيه مراكز كبيره، واكيد اكيد لما هتكبر انت هتكون مميز في الموضوع ده. كده انا خدت الجانب السلبي من الموضوع حولته لجانب ايجابي، ولفت نظره ان في حاجه غلط، لكن انا مش هستعمل الموهبه اللي عندي دي في السلوك السلبي، انا هستعمله في السلوك الايجابي. والنوع ده من الكذب ما يقلقنيش قوي. في نوع تاني من الكذب اسمه الكذب الالتباسي. الكذب الالتباسي دي برضه ما يقلقنيش، لان الولد في المرحله دي بيكون غير قادر على التفريق ما بين الحقيقه والخيال. ممكن يحلم حلم ويصحى الصبح هو في تخيله ان هو حقيقه ويعيشه ويعيش احداثه. ممكن يتفرج على فيلم كرتون هو يعيش احداثه ويعيش بطل القصه. هو ما عندوش القدره انه يفصل ما بين الحقيقه والخيال. ودائما النوع ده من انواع الكذب بيبقى قبل الاربع سنين وبعد الاربع سنين بحاجه بسيطه كده. طيب الحل ايه؟ النوع ده من الكذب ما يقلقنيش خالص. انا هحاول ان انا طول الوقت هفرق لابني ما بين الحقيقه والخيال، وهو لوحده تلقائيا هيحصل عنده نمو عقلي ونمو ادراكي، وهيقدر لوحده يفصل يفرق ما بين الحقيقه والخيال. النوع ده ما يقلقنيش خالص، وما اركزش ان انا اقول لابني ده كذب ده كذب، هو مش عارف انه كذب لان هو لسه ما اكتملش عنده النمو العقلي. النوع اللي انا اقف عنده النوع الثالث اللي هو النوع الدعائي. النوع الدعائي ده ابني بيعمل ايه؟ ابني بيروح للبقال ويشتري حاجات ويقول له الحاجات دي على حساب ماما وماما عارفه. ابني بيقول لي انا نازل اذاكر مع زميلي، وبيروح يلعب وما بيروحش يذاكر مع زميله. ابني بيروح يستلف فلوس من الجيران وبيقول لهم ماما اللي عايزه الفلوس دي. ابني بيحاول يهرب من مذاكرته والتزاماته جوه البيت باي حجه غير حقيقيه. والكذب ده لازم انا اقف عنده، لان ده الكذب اللي هيأثر على مستقبل ابني وعلى حياته وعلى دراسته. وده انا هعالجه ازاي؟ علاجه بسيط جدا جدا. ابني ده محتاج اهتمام، محتاج حنان، محتاج حب، محتاج وقت خاص بيه، محتاج ان انا احسسه بقيمته، احسسه بقدراته، واكتشف عنده قدرات تانيه واحاول ان انا انميها. اي لعبه لازم يشترك في لعبه يبرز فيها موهبته، لازم اكتشف فيه اي مهاره اي قدره، ولازم على طول اشجعه ويسمع مني كلمات تشجيع كتير جدا. ابني لو حس بالحنان وحس ان انا متقبلاه وحس ان انا بساعده ان هو يتخلص من العاده دي، هيحاول معايا يتخلص منها. ابعد عن العقاب البدني، ااكد له انه يقول لي الحقيقه مهما كانت، احنا هنتكلم هنتناقش هنوصل مع بعض لحلول. وبكده انا هقدر اخليه واحده واحده يتخلص من الكذب، من النوع الكذب ده. بس خدوا بالكم ان الكذب ده مع التكرار بيبقى عاده، والعاده ما بقدرش اتخلص منها بسرعه، يبقى عندي طول بال وعندي مرونه وعندي صبر. اخر نوع من انواع الكذب اللي هو الكذب التقليدي. الكذب التقليدي ده هو بياخده من الاب والام بطريق غير مباشر. كتير بيحصل ان احنا نقول لاولادنا لو حد اتصل قول له بابا مش ماما. كتير بيحصل ان في حد يجي يخبط على الباب ويطلب حاجه وابني يكون عارف انها موجوده جوه، لكن الام تقول انها مش موجوده. طبعا انت ليك ظروفك، وطبعا انت ليك ورا انكار الحاجه او ورا انكار وجودك في البيت اسبابك المقنعه، لكن ابني ما بيبصش للموضوع ولا يدرك الموضوع
من وجهة نظرك هو ليه النتيجة النهائية؟ بابا قال كلام غير حقيقي، ماما قالت لي اقول كلام ما حصلش. احاول ان انا لو هعمل كده ما يبقاش قدام ابني، وممكن ألجأ للحقيقة، ممكن اقول له اللي يتصل اقول له بابا تعبان وبيرتاح شوية، ولما هيصحى اقول له لحضرتك اتصلت. لو حد طلب مني حاجة وانا مش عايز اديها له، بلاش ابني يبقى واقف، ممكن استأذنه ان هو يدخل جوه وابتدي اتكلم مع الجارة ديت، او ابتدي اعتذر باسلوب مهذب ان انا مش هوافق اديها الحاجة دي. لكن انا مطلوبش من ابني انه يكذب وبعد كده اجي اقول له الكذب عيب او الكذب حرام. احنا بنعلم ولادنا الكذب بطريقة غير مباشرة، لازم اعلم ولادي انه يقول الحقيقة. الكذب عادة سيئة وبنكتسبها بالتكرار، والعادة ما بنتخلصش منها بسهولة، لازم ناخد وقت. اخر مشكلة هنتكلم فيها النهاردة هي مشكلة التبول اللا ارادي. المشكلة دي موجودة في بيوتنا، ايوة موجودة وموجودة كتير كمان، لكن الامهات بتخاف تعلن عنها وبتتكسف تطلب المساعدة. التبول اللا ارادي بمنتهى البساطة هو عدم قدرة ابني على التحكم في اخراج البول. ممكن يكون مشكلة وممكن يكون مش مشكلة. مش مشكلة لما يكون في اوقات بعيدة والسبب خايف، قلقان، متوتر، داخل على تجربة جديدة، وبزوال العرض بيزول الموضوع دوت وبيبتدي ابني يرجع لطبيعته تاني. طيب النوع التاني دوت هو متكرر وليل ونهار وبصفة مستمرة ونهائي ما بيقدرش ان هو يطلب ان هو يدخل الحمام. طيب ده ليه اسباب؟ ايوه ليه اسباب، ليه اسباب عضوية وليه اسباب اجتماعية ونفسية. الاسباب العضوية انا هلجأ لطبيب متخصص اطمن على الجهاز البولي لابني، لان في بعض الامراض اللي بتسبب التبول اللا ارادي، التهاب المثانة، التهاب الحالب، وجود بعض الفطريات في جسمي، وجود نقص بعض المواد الغذائية، اكل بطريقة مش كويسة ومش سليمة ومش صحية، وفي بعض الامراض كمان اللي بيصحبها تبول اللا ارادي زي السكر وزي السرعة. لو انا اتأكدت ورحت للدكتور واتأكدت من تحاليل ابني ومن استشارة الطبيب ان ابني سليم من الناحية الطبية، هبتدي اتوجه للاسباب الاجتماعية والنفسية. والاسباب الاجتماعية والنفسية احنا قلناها ضمن الكلام، الخوف والقلق والقسوة، التهاون مع ابني، او ان انا اتأخر ازاي ادربه دخول الحمام، او برضو العكس ان انا ابدأ مبكرا ان انا ادخله الحمام. لما ابدأ مبكر ان انا بحطه دايما في قلق، والقلق بيخليه يبقى غير قادر على التحكم في عملية الإخراج. كده انا اتعرفت على الاسباب اللي بتخلي، الاسباب الاجتماعية والاسباب النفسية. دلوقتي احنا هنتكلم في بعض النقط اللي هتساعدني اني اعالج ابني من التبول اللا ارادي. اول حاجة ان انا اشجعه واقول له كلمات ايجابية، هقول له انت قوي، انت شجاع، انت هتقدر تعدي المشكلة دي وانا معاك. تاني حاجة ممنوع تماما ان انا اتكلم عن الموضوع ده مع اي حد غريب. تالت حاجة انا مش هقارن ابني بحد. رابع حاجة انا مش هلجأ ابدا للعقوبة. خامس حاجة انا هبعد عن ان ابني يتناول اي عصائر، اي سوائل، اي مياه غازية قبل النوم بثلاث ساعات. هبعد عن الملابس الضيقة، مش هستعمل الملابس الضيقة تماما. هبعد عن اي توتر او اي حاجة تسبب لابني الخوف، وهستعمل معاه اسلوب التشجيع لو ابدا اي تحسن او اي تحسن في قدرته على التحكم في اخراج البول. اخر حاجه هعملها ان انا هبتدي ادربه على التحكم في البول. يعني ايه؟ يعني هو لو طلب دلوقتي ان هو يخش الحمام، هحاول ان انا الهيه لمجرد 30 ثانيه، وبعد كده دقيقه، وبعد كده دقيقتين. ده بيخلي المثانة هي بتبقى زي الاسترتش، تتمدد وتتقبل كميات جوه اكتر، وبساعد المثانة ان هي تاخد حجم اكبر. في ايه كمان من طرق العلاج؟ ان انا اخلي الغيار جنب ابني. الغيار اللي هحطه جنب ابني ده لو حصل وعمل عملية الاخراج دي، هو هيقوم يغير لنفسه. لما هيقوم يغير لنفسه هيتحمل المسؤولية، هيحاول يدي اشارات للمخ ان هو يتنبه، لان هو مش عايز يقوم النوم كل شويه. في وسائل تانية بس انا بستشير فيها الطبيب، زي الجرس الكهربائي. الجرس الكهربائي ده عباره عن ايه؟ عباره عن مرتبه فيها دايره كهربائيه، اول ما البول بينزل من ابني
بتعمل الدايره الكهربائيه دي قافله وبيصدر صوت جرس مزعج جدا، يقوم يصحى من النوم. طبعا دي انا بستشير الطبيب ازاي استخدمها. في وسائل تانية؟ ايوه في وسائل تانية. اخر وسيله احنا نستعملها وسيله الجرس. انا بعرف ابني بيعمل حمام كل قد ايه، كل ساعتين انا هظبط المنبه بعد ساعه ونص من المنام. هيفضل المنبه يرن النص ساعه دي، هيصحى ويقوم يعمل الحمام. تاني يوم هخليه بعد ساعتين، تالت يوم هزود الوقت لمده اسبوع، وبعد كده الغي الجرس، ابني هيقوم في الوقت دوت مباشره من غير اي منبهات. المشكله دي مشكله كبيره مش هتتحل بين يوم وليله، لازم اتمتع بالصبر وطوله البال، ولازم احتوي ابني ودايما اقوله كلمات مشجعه. انا حاولت النهارده ان انا اتكلم في اكتر مشكلات بتواجهنا واكتر حاجات الامهات بتشتكي منها. اتمنى ان اكون افدتكم، اتمنى ان اكون ساعدتكم. اولادنا هم الامل، هم المستقبل، ومصر ام الدنيا، بينا وبولادنا هتبقى قد الدنيا. علشان كده لازم نفهم ولادنا صح. انتظرونا، بسم الله انتصار بدر، وعاوزين نفهمها.